السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ النهاردة سارة صاحبتنا هتعمل لنا فستان جميل للعروسة تشيلسي، والنهاردة الفستان ده تفتكروا يكون ايه؟ بايه المواد اللي فيه؟ ومن غير بقى تستخدم ولا شمع ولا لزق ولا خياطة ولا اي حاجة. يلا بينا، تعالوا نيجي نشوف. يلا بينا. انا ساره، والنهارده هعمل لكم فستان جميل قوي، وهو زي ما انتم شايفينه طريقته سهله جدا، ويلا بينا. عارفين يا اصحابي سر الفستان اللي احنا عاملينه الجميل ده؟ وهو ده السر. الكمامه لازم تبقى نظيفه عشان ما ينفعش نستخدم كمامه مش نظيفه. دلوقتي هنفتحوها. دلوقتي هنقص الطرف ده وهنقص الطرف ده، وزي ما انتوا شايفين. نجيبه كده ونشده من هنا كده، وهنا برضه نقص ده. كده خلصنا وقصنا الأطراف، يلا نقص دي كمان. ترموش يا اصحاب الاسد ده ينفعكم مع الفستان. ودلوقتي هنقصها. بس اهو القصه قصته. عنتني القماشه دي على اتنين. هنعمله داريه هنا وداريتين صغيرين. عملنا الدريتين، دارية والدريتين الصغيرين. هنعمله دوران هنا ودوران هنا. بس كده. وتعالوا يلا دلوقتي هنلبسه عروسة، وتعالوا نشوفوه. يلا احنا هنلبسه. لا دلوقتي هنلبسه عروسة. هزين الأستك، هنحط الراس الأول وبعد كده نظبطه الباقي. بس فاكرين الأستك ده هنعمل بيه حزام. كده شكلها بعد ما خلص. لو انتوا حابين يا اصحابي ان انتوا تزينوها زينوها.
ايه رأيكم في الفستان ده؟ انا كمان عملت لصاحبتي فستان. وكده يا اصحابي الفستان طلع جميل زي ما انتوا شفتوه في الفيديو. وبعد كده يا اصحابي ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وباي باي باي.